نعم. السوري يعني الشراشيح يطلعوا عليها برضه، ممكن بتبي منقبة حبيبتي وبتاع، وأخلاقك يعني الأخلاق اللي هي الأخلاق، الأخلاق مش نعم. الأخلاق الأدب والذوق، لأ الأخلاقيات اللي احنا بنقصدها امرأة ورجل. فمسألة قاسية جدا ان الواحد اربط العري بانحطاط اخلاق، مش حكايه اربط العري بـ 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 بالاخلاق. ما ينفعش ادي كده يعني اقول فرمان او حكم، انا مش قاضي، انا اعوذ بالله من كلمه، انا ربنا موجود يحاكم ويحاسب، انا ما اقدرش اقول على فلانه او فلان ده ما عندوش يعني اخلاق. يعني عايز اقول المظهر لا يعبر دائما عن الجوهر، مش داي مش داي مش ده يعني، هي اختارت انها تلبس بالشكل الفلاني، ما اقدرش اهيل عليها التراب عشان هي لابسه كده، واخد بال حضرتك هي لبسها انا ما البسوش. يعني انا ممكن البس على الموضه، البس برضو يعني موضه موضه، لكن مش هوصل. طب بما انك برضو تطرقتي للنقاب، انا ما اتكلمتش عن الاخلاق من اول الحلقه. طب يعني قرار بعض رؤساء الجامعات والمحافظين بمنع النقاب في المدارس والجامعات، وكان بداها بصراحة دكتور جابر النصار واستضافته في هذا البرنامج وحييته عليه، شايف ازاي قرار منع النقاب في الوقت نفسه منع البنطلون المقطع برضو في المدارس والجامعات؟ والله هو قرار يعني متوازن، بمنع ده فبمنع ده، لكن انا ضد طبعا بنطلون مقطع، لا ضد منع بنطلون لا مقطع. والنقاب انت مع النقاب؟ ضده. ايوه انت مع الله. قرار منع النقاب، اصل في كمان دواعي امنيه، مين دي اللي داخله؟ مين دي؟ هيقول لك وبعدين بيني وبينك انا استاذه جامعه اتعرضت، لكن ما اقدرش اتكلم، يعني انا احب ابص في وش طلابي اتفاعل معاهم، يعني مش اصل بص حضرتك انت حصل لك مره من المرات لقيتي حد لا قدامك؟ مش مره، لا كتير، بيبقوا لابسين حاجات وحتى النضاره وفوق عينيها عامله خرمين، لا ما احبش النقاب. بتقولي لها ايه؟ لا ما بقولش حاجه، ما بقولش حاجه، ما اقدرش امنع طالب علم لكن انا ضده. طب هم منعوا دي واحده بس، حضرتك بتقولي ما اقدرش امنع طالب علم ولكن لا انا ما انا في مكاني داخل لا ما اقدرش تلتزم بالقرار الاعلى. بصي انت